مقنع برشلونة في أرض نيس، بل كان فريقا عاديا في ظل غياب ركائزه الحقيقية ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز. الفريق الكتالوني ظهر بثوبه الجديد وكأنه يبحث عن مصيره في رحلة تقديم أوراق اعتماده قبل بدء مشواره الرسمي في الليغا. مبكرا صوب بوتياك كرة حرة مباشرة انتهت عند حامل عرين الكتالوني تيرشتيغن الذي حرمه من هز الشباك ولو إلى حين. وعند انتصاف الشوط الأول ارتكب جيرار بيكي خطأ داخل جزاء فريقه، فتحصل نيس على ركلة جزاء نفذها بنجاح الأرجنتيني داريوس فيتانيتش هدف التقدم. برشلونة بدأ رحلة البحث عن التعديل، فسرع وتيرة لعبه، ومن تمريرة لجوردي ألبا لم يحسن بيدرو تحضيرها فانتهت عند معز حسن في الدقيقة 29. ومرة أخرى يقف معز حسن في وجه تصويبة إنيستا المباشرة عند الدقيقة 31. بعد 4 دقائق يتابع بيدرو محاولاته، لكن عارضة نيس منعته من إدراك التعادل. الوقت يمر مسرعا، ومن محاولة لجوردي ألبا واجه حارسا يقظا عرف التعامل بدقة مع هجمات الضيوف وسط حيرة إنريكي. وتابع الكتلان ضغطهم في الشوط الثاني، واستمرت المحاولات المتكسرة عند صمود معز حسن، لكن إحداها كلفته الخروج من الميدان مصابا، ليعجز البديل كاردينال عن صد ركلة جزاء لبرشلونة سجل منها تشابي إرنانديز التعادل في الدقيقة 67. وقبل النهاية ب8 دقائق تعاطف القائم الأيمن لمرمى نيس مع يوان كاردينال ليبقى الوضع على حاله